بدك للحقيقة. هاد كان غلطي، ما بحب شوف حدا تاني عم يتعاقب على خطأ أنا عملته. كيف إذا هالحدا بنت لطيفة مثل سونالي؟ لهيك رح كون هون حتى لو ما يونغ ما خبرني بشي. إذا ضلت قريبة من بنت مثل إشكي هيك رح يصير. لا تعاقبوا سونالي وعيلتها على هالخطأ يلي أنا ارتكبته بترجيكم. بتشكرك وبعتذر على كل شي صار. أربع عائلات تضايقوا بسبب غرور البعض وتكبرهم، وإنتي كمان كان فيكي تنغري، بس إنتي ما عملتي هيك. ضليتي محافظة على احترامك لحالك وفرحانة لفرح الكل هون، وإجيتي لهون وأثبتتي إنك بنت تجمع كل العيال مع بعضهم البعض. مو هيك أهان؟ أنا حكيت من شوي حكي لأني كنت معصبة وما كنت ناوي أخرب عرسين وحفلتين. عن جد حفلتين رح يصيروا بنفس الوقت. ايه بصراحة مايانك ما لازم يصير أي مشكلة هاي المرة. ايه حافظ على مرتك حبيبتك، بس بعيد عن مرت ابني إذا بتريد. ماشي. أخي إشكي يلا امشوا نشرب قهوة سوا. لا معلش غير مرة رح روح. بالإذن منك خالتي. ماشي رح امشي كمان. أخي أهان عود ارتاح شرب قهوة قبل ما تروح. تفضل عود يلا. هالشي صاير بين عائلاتنا إشكي، وإذا حدا كان لازم يعتذر فهو أنا. أنا كتير بعتذر. مايانك هو خطيبي، بس هو عم يتصرف كمدير مو كخطيبي. أنا غلطت وهو أخذني لأعتذر مباشرة ونسي يوقف جنبي وما سأل حتى شو اللي صار بالضبط. ولو ما انحلت هالمشكلة اليوم كنت رح اضطر اعتذر للست سارلا. مايانك ما بدي احكي معك. شكرا. ليش عم تتشكرني؟ أنا اللي لازم أتشكرك. ما كنت مضطر تجي لهون ومع هيك اجيت. ليش؟ حتى انتي داريتي سونو وحملتي حالك كل الخطأ كمان. انتي ما كنتي مضطرة تعملي هذا الشيء ابدا. طيب ليش؟ بعرف انه سونو هي اللي بلشت، لهيك اذا كان في غلط فمنكن اثنين هتكون. بس هي ما اعترفت بخطأ أو بدون شيء. أنا متوترة كتير وإنت عم تحكي بالإنجليزي ما عم أفهم عليك. قلي فوراً شو يعني هاد الكلام كله؟ هاد بيعني إنه سونو ما عم تعترف إنه غلطت، وإنتي أخدتي كل اللوم عنا وظلمتي حالك. ليش؟ قليلي يا إشكي.
كأنه صار لقنبلة موقوتة ماشية على الأرض، وأنا ما بدي هاي القنبلة إنها تنفجر بوشها لسونالي. شكراً كتير. وإنت كمان شكراً على اللي عملته. اليوم كلهم فكروني بنت بتخرب علاقات العيال. صح عندي تفكير ومشاعر خاصة وهدفي حقق شيء أو كون بنت بتمناها، بس هاد ما بيعني إنه أنا ما عندي قيم ومبادئ عائلية أو إني بنت هم تدمر العلاقات العائلية. كيف ممكن بنت تتحمل أخطاء مو أخطاءها وينقال عنها هيك؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.